بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، منذ لحظات أعلنت اللجنة على انطلاقة شوطنا التاسع عشر مخصص للإبكار. نذهب إلى الصدارة ومقدمة هذا الشوط من تأتي صوغة لعمر بن سعيد بن عبد الله بن غرير الاجتبي، وثاني المراكز ثاني مراكزنا العزرة لسعيد بن عبد الله بن عبيد بالدبيلة، والمركز الثالث ثالث مراكزنا مخيفة لأحمد بن صالح بن أحمد بن خلف القبيسي، والمركز الرابع رابع مراكزنا المايدية لأحمد بن سعيد بن محمد بن أحمد بإبراهيم، والمركز الخامس خامس مراكزنا الشاهينية لسهيل بن مبارك بن ثاني برقاد الاجتبي، والمركز السادس مراكزنا راهية لمبارك بن سالم بن حميد بن خضر العامري، والمركز السابع منصورة لسالم بن حمد بن راشد المخيبي، والمركز الثامن مراكزنا سيوف لخليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، والمركز التاسع مراكزنا مذيار لعلي بن سلطان بن علي بن حمد العرياني، والمركز العاشر مراكزنا الشاهينية لضاعن بن عبد الله بن ضاعن الأغفلي. هكذا كانت نتيجتنا، ذعناها عليكم بالوفا والتمام، هكذا كان الوصف التفصيلي. نعود إلى الصدارة ونعود إلى المقدمة. يا سلام يا صوغة عمر بن سعيد بن عبد الله بن غرير الاجتبي. شوف اللي واصله المايدية لأحمد بن سعيد بن محمد بن أحمد بإبراهيم. من تغير المركز الثاني، ثاني مراكزنا العزرة للسعيد بن عبد الله بن عبيد بالدبيلة، والمركز الرابع ولا الثالث ثالث مراكزنا صوغة لعمر بن سعيد بن عبد الله بن غرير، والمركز الرابع رابع مراكزنا مخيفة لأحمد بن صالح بن أحمد بن خلف القبيسي، والمركز الخامس ود لسلطان بن بطي بن سعيد بن محمد الشامسي، والمركز السادس سيوف لخليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، والمركز السابع مراكزنا منصورة لسالم بن حمد بن راشد المخيبي، ولكن بإبراهيم المايدية أحمد بن سعيد بن محمد بن أحمد بإبراهيم. الله شوف اللي واصل الشاهينية لضاعن بن عبد الله بن ضاعن الأغفلي وخليفة بن عبيد بن خليفة الحميري واصل، ولكن بإبراهيم مع اللحظات الأخيرة، ولكن الشاهينية لضاعن بن عبد الله بن ضاعن الأغفلي الشاهينية مع اللحظات الأخيرة ضاعن بن عبد الله بن ضاعن الأغفلي. سلام يا الأغفلي تهانينا والناموس. المركز الثاني لسلطان بن بطي بن سعيد بن محمد الشامسي، المركز الثالث لسعيد بن محمد بن أحمد بإبراهيم، والتوقيت الزمني 4:31:93 جزء من الثانية، والتهانينا والناموس.